Good morning my student, how are you? اليوم يا أول رح نبدأ بوحدة جديدة Unit 9 الوحدة رقم 9 Lesson 1 من كتاب Pupil's Book Page number 34 افتح كتاب الطالب صفحة رقم 34 Lesson 1 Listen to the conversation اليوم درسنا يا أول نستمع إلى المحادثة Conversation محادثة Look at the pictures What are you seeing picture? شو بتشاهد أمامك يا أول في الصورة؟ These are boys. Boys بمعنى أولاد. And women امرأة. Man رجل. This is house. House بمعنى بيت. This house. Wall حائط. Window شباك. And door باب. كل هاي الكلمات مرت معنا. House بيت. Wall حائط. ويندو شباك دور باب شو ماما كمان الثاني اللي اول في الصوره تريز بمعنى اشجار تريز بمعنى اشجار اند فلاور بمعنى زهره فلاورز بمعنى ازهار احنا حكينا فلاور ورده او زهره اند روز زهره اذا حكينا زهره لها معنيين يا اول تحكي ممكن تحكي لي فلاور او روز عندنا أيضا حكينا boys أولاد This is car car بمعنى سيارة car سيارة boxes صناديق and football tennis racket doll دمية أو لعبة نقرأ المحادثة أول Hello what's your name My name is Rami. How old are you, Rami? I am 6. احنا اخذنا بداية العام الدراسي حكيت لك اياه اول لما اسالك What's your name? شو يعني مثل السؤال؟ لما اسالك What's your name? بمعنى ما اسمك؟ What's your name? ما اسمك؟ حكينا الإجابة بتبدأ ب my name is وبعد هيك بدك تحكي لي اسمك my name is for example my name is تالا my name is ريماس my name is ماسا بدك تحكي لي أول اسمك يعني لما أسألك what's your name ما اسمك هون في عندي question mark hello what's your name معنى مرحبا ما اسمك hello what's your name My name is Rami. أنا اسمي رامي. This is Rami. شو رجع سألوا أول؟ How old are you, Rami? كم عمرك يا رامي؟ I am 6. إذا أخذنا يا أول في بداية العام الدراسي لما أسألك عن اسمك What's your name؟ تبدأ الإجابة My name is وتحكي لي اسمك. وحكيت لك كمان يا أول How old are you؟ بمعنى كم عمرك؟ وحكينا أنتوا يا أول كم عمرك يا أول؟ I am 6 عمري 6 سنوات أنا عمري 6 سنوات How old are you Rami? كم عمرك يا رامي؟ I am 6 أنا عمري 6 سنوات هون يا أول كل طالب بدي يحكي لي اسمه يكتب لي اسمه My name is حكينا For example أمير My name is أمير My name is محمد My name is بيسان بعد ما تكتب اسمك بدك تكتب لي أيضا كم عمرك How old are you? I am 6 تمام؟ نعيد قراءة المحادثة ركز معي أول Hello مرحبا What's your name? My name is Rami My name is Rami How old are you Rami? I am 6 I am 6 أنا عمري 6 سنوات ننتقل إلى كتاب الأكتيفيتي بوك بيج نمبر 37 ماتش وصل Look at picture 1 I am 7 أنا عمري 7 سنوات إحنا حكينا إنه هي للولد وشي للبنت هي بمعنى هو بنستخدمها لمين
برافو يا أول بنستخدمها للولد، وشي بمعنى هي نستخدمها لمين يا أول؟ للبنت. برافو. I am seven. أنا سبعة. She is seven. هي عمرها سبعة سنوات. In picture two, I am eight. عندي هون في الصورة. Look at the picture. This is a boy. ولد. I am eight. شو بنختار معي أول؟ هي ولا شي؟ برافو، مع الولد حكينا هي. I am eight. He is eight. هو عمره ثمانية سنوات. I am eight. أنا عمري ثمانية سنوات. He is eight. In picture three. I am eight. عندي هون يا أول في الصورة عندي فتاة girl. شو بنستخدم إلها؟ هي ولا شي؟ Excellent. She. I am eight. She is eight. Last picture. Picture four. I am seven. أنا عمري سبعة سنوات. This is boy. ولد. He or she. Excellent. He. He is seven. تمام. ننتقل إلى exercise. Exercise number two. Practice with the friend. بدك هون تسأل صديقك What's your name؟ شو حكينا What's your name؟ ما اسمك؟ بدي أسأل عن الاسم يا أول، بسأل What's your name؟ My name. ببدأ الإجابة ب My name is. My name is. For example ماسا، أنا اسمي ماسا. My name is ماسا. أو my name is تالا. my name is ريماس. هون كل طالب فيكو يا أول بكتب لي اسمه، بدي أشوف الإجابات. in picture two how old are you؟ بمعنى كم عمرك؟ كم عمرك يا أول؟ كلنا نعرف إنه أنت يا أول عمرك ست سنين، بدك تبدأ الإجابة ب I am six. أنا عمري ستة سنوات. I am six. بدي أشوفك يا أول حال كتاب الحال، بدي أشوف الحال على كتاب التمارين، وتنسخ أيضا المحادثة. تمام. وإلى هنا يا أول بنكون انتهينا من درس اليوم، ويعطيكم العافية.